ان شاء الله هنتكلم النهارده على الرول اوف ايميجينج ان رينال ترانسبلانتيشن. ده الاوتلاين بتاع التوك. احنا في الترانسبلانتيشن في حاجات بنعملها بري اوبرتيف قبل الرينال ترانسبلانتيشن، حاجات للي هو البوتنشال ريسيبيانت اللي هو العامل اللي عنده رينال فيلير اللي هيعمل عمليه الترانسبلانتيشن، وللدونر اللي هو الهيلثي دونر او البوتنشال دونر بري اوبرتيف. بعد الترانسبلانتيشن بنعمل بوست ترانسبلانتيشن ايميجنج بروسيدرز، بيبقى بتبين النورمال، بتبين هنا فيها النورمال فايندنجز والكومبليكيشنز بوست ترانسبلانت كومبليكيشن اللي هي هتدي ابنورمال فيتشرز، وبنبين معاها برضو الرول اوف انترفنشنال راديولوجي. احنا عندنا زي ما قلنا الريسيبيانت والدونر. نبتدي بالبوتنشال ريسيبيانت. زي ما قلنا قبل كده ان التايب اوف رينال ديزيز اللي عملت اند ستيج ديزيز او كرونيك رينال فيلير اللي هي تطلبت ان هو يعمل رينال ترانسبلانتيشن، مش هنقدر نفرقها غير بالبيوبسي. نعمل بيوبسي قبليه عشان نعرف التايب اوف ديزيز اللي عند البيشنت، بحيث ان ممكن تكون في حاجات تبقى بتبركلود او مش هيبقى ماشي معاها كويس ان هو يزرع في بعض ديزيزز معينه. فالبيوبسي بنعملها زي ما قلنا اندر الترا ساوند جايدنس باوتوماتيك جان سيستم، وبعد البيوبسي لازم بنفولو اب العيان عشان احتماليه الكومبليكيشنز بتاعت البيركوتينيوس نيدل بيوبسي. من الكومبليكيشنز زي ما احنا شايفين هنا، ده عيان عامل رايت رينال بيوبسي في ارتيرو فينوس فيستولا، في الام ار انجيوجرافي باين التو ارتريز والرابيد فيلنج بتاع الفين والاي في سي. الراديولوجيكال اسسمنت في الريسيبيانت، ده كل التشيك ليست بتاعت الريسيبيانت. بنعمل الحاجات اللي هي هنا دي الراديولوجيكال اسسمنت ومعاه بقيه الحاجات الثانيه. في الكاردياك اسسمنت عشان الهايبرتنشن وكده بنعمل تشيست اكس راي وايكو كارديوجرافي مع بقيه الحاجات. بالنسبه للرولوجيك بنعمل ميكتوريتنج سيستيريستروجرام. بالنسبه للجي اي تي بيبقى في احتماليه ان الحالات العيانين دول يبقى يجي لهم مثلا بيبتيك السر او كده، فبنعمل ابر جي اي تي باريام ستاديز. بالنسبه للفاسكولار ايفالويشن بنعمل اسسمنت للكاروتيد والبلفيك فيزلز والبريفرال فيزلز قبل الترانسبلانتيشن. برضو بقيه التشيك ليست بعد ما بنبتدي بالتايبنج، بنعمل الانفكشن ورك اب بالراديولوجي اسسمنت اكسكلود ان هو عنده اي فورس او هيدن انفكشن، وبعد كده بنكمل بقيه الحاجات. وبعدين بنبتدي نشوف بعض امثله، بنشوف الالترا ساوند عشان السايز اوف ذا كيدني والديجري اوف كوجينيستي في الجريد بتاعت الكرونيك كيدني ديزيز. التشيست اكس راي بيهمنا الكاردياك سايز والكاردياك كونفيجريشن، والحالات دي برضو بيكون معاها لو في كاردياك فيلير او كده بنشوف هل في بلورال افيوجن او اذر تشيست مانيفستيشن. البلين عشان نشوف في كالسيفيكيشن او راديو بيك ستونز في النيتيف كيدنيز. بنعمل لو في شك في هايبر باراثايرويدز بنعمل سكليتال سيرفي زي للهاندز لللمبر سباين للهيد، بحيث نشوف ان في اي اروجن في بالذات في الميديال اسبكت بتاعت السمول فالينجز. الاسندنج سيستوجرام عشان نشوف فيه فيزايكو يريترال ريفلكس او لا، زي هنا بيشنت رينال فيلير وذ نو ريفلكس، في هنا بايلاترال جريد 2 ريفلكس. بعد الريسيبيانت بنتكلم بسرعه على الدونرز، ايه الاسسمنت اللي بنعمله بري اوبرتيف بالنسبه للدونرز. عندنا في كادافيريك ترانسبلانتيشن وليفنج. احنا عندنا بنتكلم على الليفنج على اساس لسه ما فيش كادافرز بنستعملهم في مصر في رينال ترانسبلانتيشن. برضو في فيزز للتشيك ليست للليفنج دونرز. في الفيز الاولاني بتبقى حاجات كلها لاب وفيزيكال اكزامينيشن عشان اكسكلود لو في كونترا انديكيشن مثلا بالنسبه للبلاد جروب او لو فيه كروس هيماتوريا او كده، وبعد كده حاجات ايمونولوجيكال كروس ماتش وكده نشوف الكومباتيبلتي بين الدونر والريسيبيانت. بعد كده بنبتدي الفيز 3 اللي هي الراديولوجي. بنعمل برضو ابدومينال الترا ساوند عشان نشوف الكيدني هل في اي رينال ليجن، هل في هيباتيك او اذر اورجان ابنورمالتي ذات اللي هي ممكن برضو بركلود الترانسبلانتيشن او لا. الانترافينوس يوروجرافي كان بيستخدم
قبل كده في الاسسمنت اوف ذا يورينري تراكت. بالنسبه للفانكشنال اسسمنت الجولد ستاندر هو فيها الرينوجرام، بحيث احنا هنا برضو بنأسس الفانكشن بتاعت كل كدني، بحيث هو بيبقى مهم عندنا في الترانسبلانتيشن ان احنا نسيب للدونر بعد ما هو يتعمل له دونر نفريكتوم نسيب البيتر فانكشن الكدني. يعني بمعنى لو في سيجنيفيكانت ديفرنس بين الفانكشن اوف اتش اوف بوث كيدنيز بناخد الاقل في الفانكشن يتعمل لها دونر نفريكتومي، وهو الدونر يبقى فيه الكيدني البيتر فانكشننج. ده الريسبكتيف للفاسكولار او للمورفولوجيك داتا الثانيه. بمعنى هو لو ما فيش ديفرنس بين الفانكشن بتاع الكيدني في الرينوجرام بناخد الكيدني بالذات الليفت كيدني على اساس بيبقى لها لونجر رينال فين، فبتبقى اسهل في الترانسبلانتيشن. لو في فرق بناخد الليس فانكشننج حتى لو كانت لها مالتيبل فيزلز او لو كانت الرايت كيدني. ده مثال للرينوجرام نورمال باترن، بس ممكن يكون في ديفرنس بين البوست كيدنيز. احنا بنقول لو هو الديفرنس ده مثلا اكتر من 15 مللي بير مينت جي اف ار ممكن يبقى ده سيجنيفيكانت ديفرنس وبناخد الليس فانكشن الكيدني. الفاسكولار اسسمنت كنا بنعمله في الاول زي ما قلنا بالانترافينوس ديجيتال سبتراكشن انجيوجرافي، ده في انترافينوس انجكشن اوف كونتراست، وبناخد في الفيز اللي بيكون الارتري الكونتراست ارايف للاورطة الايمج. وبالتاني لما بندخل فلاش او اورتوجرام كاستر ونعمل انترا ارتريال ديجيتال سبتراكشن انجيوجرافي. ده غالبا ما عدناش بنعمله في الدونرز دلوقتي بعد السي تي والام ار، كل الارتيريال اسسمنت بنعمله بالام ار انجيوجرافي او السي تي انجيوجرافي. ده مثال لام ار انجيوجرافي في بايلاترال سنجل ارتريز. ده ام ار انجيوجرافي، ده ام ار انجيوجرافي، وده ام ار انجيوجرافي في بايلاترال دبل رينال ارتريز. الام ار انجيوجرافي بنكمله بام ار فينوجرافي عشان نشوف الفين. ده مثال للريترو اورتيك ليفت رينال فين، ده نورمال ليفت رايت رينال فين. وبعد الفينوس فيز بنعمل في النجرافيك فيز اسسمنت للانهانسمنت بتاع الكيدني والسايز واذا كان في اي ليجن في الرينال بارينكايما. بعد كده بيبقى فولود بالام ار يوروجرافي، ده نورمال بايلاترال سنجل يورينري تراكت، وهنا في انكمبليت دوبليكيشن في الرايت سايد، وهنا ام ار يوروجرافي ده اللي هو طبعا الاكسكريتوري ام ار يو لحاله هورشو كيدني بوتنشال دونر. يعني السي تي انجيوجرافي بعد كده بنستعمله هنا عشان ناسس الرينال فيزلز. وفي هنا برضو ده تكنيك اللي هو بنستخدم فيه سبليت بول، بنسبليت البولس فيه بحيث بنحقن جزء عشان يبين اليورينري تراكت، وبعدين بعد كده جزء تاني يبين النفروجرام، وبعد كده جزء تالت يبين الفيزلز. وبعد ما بنحقن الجزء التالت بنصور البيشنت في الارتيريال فيز بحيث بيكون الارتريز باينه، والدوز اللي قبل كده بتبين الرينال بارينكايما، والدوز الاولانيه اللي هي بتبقى بنبتدي بعديها مثلا 7 او 10 مينتس بتكون مبينه الكوليكتنج سيستم. فده عشان ده بوتنشال دونر ممكن بالسبليت بولس تكنيك ده بنصور وان سكان يكون باين فيه الرينال فيزلز والرينال بارينكايما والبلفيك سيل سيستم. ده مثال للسي تي فينوجرافي بعد الارتيريال فيز، ممكن بنأسس زي ما قلنا ده حاله الريترو اورتيك ليفت رينال فين، وهنا في الاجزل باين الفين الكورس بتاعه بياند الاورطه. وده مثال لحاله برضو دونر فيه دبل انفيرور فينا كيفا بالسي تي فينوجرافي. السي تي يوروجرافي في الاخر ده الكورونال ريكونستراكتد ايمج للكيدني في الاكسكريتوري فيز، وده الميب ايمج للسي تي يوروجرام على اساس ناسس برضو بنفس الكونتراست الانجكتد. والسي تي انجيوجرافي لو احنا عملنا بقى المالتي فيز تكنيك ان احنا بناخد الارتيريال لوحده بحيث نشوف المالتيبلستي بتاع الرينال فيزلز، وبرضه الريكونستراكتد 3 دي ايمج في المالتيبل اوبليك او مالتيبل ايمج اناتوميك بلينز. زي ما قلنا برضه في الام ار ممكن السي تي بنستخدمه ان احنا ناسس الرينال فيزلز والرينال بارينكايما، ممكن نعمل 3 دايمنشن ريكونستراكشن. وفي ال 3 دي برضو في الاكسكريتوري فيز نعمل ايه سي تي يوروجرافي، يبقى احنا عملنا كومبليت اسسمنت للمطلوبه في الدونرز.
التيبل ده بيوري السنسيتيفيتي والسبيسيفيتي والاوفر اول اكيرسي اوف ديفرنت تكنيكس اللي استخدمناهم من سنه 84 لغايه بعد 2008. ده بدايه من الانترا فينوس دي اس اي، الانترا ارتيريال دي اس اي، الام ار، السي تي ويز فور ديتكتور روز، والسي تي الحالي ويز 64 ديتكتور روز. ده للهارفستد كيدنز، الكيدنز اللي اتعمل لها دونر نفريكتومي. وبان ان هو برضو في لو شفنا السنسيتيفيتي اللي هي اللي فيها الفروقات الاكثر، ان طبعا كان اقلهم الانترا فينوس، يليهم الانترا ارتيريال. بعد كده كان في كومبارابل ريزلتس بين السي تي والام ار، كان الام ار اعلى من الفور ديتكتور رو. حاليا البيست ريزلتس مع المالتي ديتكتور 64. هل احنا ممكن نستخدم الام ار او السي تي كموداليتي سنجل موداليتي للاسسمنت، للمورفولوجيك والفانكشنال اسسمنت؟ في دراسات عملناها برضو بتبين ان احنا ممكن نستخدمه كسنجل كومبريهنسيف ستادي للفانكشنال والمورفولوجيكال اسسمنت. نفس الكلام بالنسبه للام ار، ممكن نستخدمه كوان ستوب شوب، ان احنا نعمل كل الداتا اللي احنا عايزينها من الام ار، سواء في الايرلي فيز او النفروجرافيك فيز او بعد كده في الاخر الاكسكريتوري فيز. وبينهم بنستخدم اللي هو الماكسيمم انهانسمنت بتاع الكيدني، بناخد ريجن اوف انترست على البارينكما قبل الاكسكريشن اوف جادولينيوم في البلفيك سيل سيستم، ومن الريجن اللي بناخدها على البارينكما بيدينا تايم انتنسيتي كيرف اللي هي زي الرينوجرام اللي هي بتمثل بنقول عليها ام ار رينوجرافي. فده برضو ممكن يعمل لنا فانكشنال اسسمنت، ان احنا عايزين نشوف ايه الكيدني اللي هي البيتر او الليس فانكشنج اللي احنا هناخدها هي نفس الفكره برضو بنستخدمها قلناها للمورفولوجيك، وده الفانكشنال اسسمنت للبوس كيدنيز بالام ار رينوجرافي. بعد ما عملنا الاسسمنت ده واخترنا الكيدني، بنعمل بتبقى فيه الاوبريشن اللي هي الرينال ترانسبلانتيشن، بيبقى فيها فاسكولار انستيموزيس و انستيموزيس لليورتر. ده جرام اللي بيتعمل الانستيموزيس. طبعا هو هنا ده الارتيريال انستيموزيس، هو هنا معمول اند تو سايد مع الاكسترنال الياك ارتري. احنا بنعمله هنا اغلب الحالات اند تو اند مع الانترنال الياك ارتري. ده بالنسبه للارتري. الفين بيبقى كله اند تو سايد مع الاكسترنال الياك فين. بالنسبه لليورتر في الادلت بيتعمل غالبا يوريترو فيزيكال انستيموزيس بين ده الكيدني اللي هي بتاع الدونر مع البلادر بتاعت الريسيبيانت. في الاطفال ساعات عشان بتبقى كيدني فوق في لامبر بوزيشن مش بلفيك بوزيشن، بيتعمل يوريترال انستيموزيس مش يوريترو فيزيكال. بعد العمليه ايه الكومبليكيشنز اللي احنا هنتكلم عليها؟ ممكن حاجات بتكون فاسكولار، ده اهمهم يعني، بتبقى كاتاستروفيك كومبليكيشن لما يبقى فيه رينال ثرومبوزيس سواء في الارتري او في الفاسكولار ثرومبوزيس في الارتري او الفين، بتدي يا اما توتال انفاركشن او سيجمنتال انفاركشن. اقل من الثرومبوزيس بيكون فيه الاستينوزيس رينال ارتري ستينوزيس او الجرافت ارتري ستينوزيس. بعد الفاسكولار كومبليكيشن بيكون فيه يورولوجيك كومبليكيشن، يا اما يحصل نكروزيس في اللور يورتر ويحصل يورين ليك اللي هي يورينري فيستول، او بيحصل اوبستراكشن ويبقى فيه هايدرو يوريترو نفروزيس اوبستراكتد جرافت. بعد كده بيبقى فيه كولكشن حوالين الكيدني زي الليمفوسيل او اليرونوم او الهيماتوما، هنتكلم عليهم في الاخر. يبقى احنا هنبتدي الجزء الثاني اللي هو بتاع الايمجينج اوف رينال ترانسبلانت ريسيبيانت. الميديكال كومبليكيشنز اول حاجه هنتكلم عليها، وهي مهم التفرقه فيها في الايرلي بوست اوبرتيف بين الاكيوت تيوبلر نكروزس اللي هو الاي تي ان والاكيوت ريجكشن. وفي برضه ثاني الدراج نيفروتوكسيستي اللي هي زي السايكلوسبورين نيفروتوكسيستي، ده الدراج اللي هو بيعمل اميونو سبريشن للعيان، بياخده بصوره منتظمه عشان يبقى فيه اميونو سبريشن ما حصلش ريجكشن للكيدني. ممكن لو الليفل بتاع الدراج ده في البلاد زاد عن المسموح به يدي نيفروتوكسيستي، فيبقى من ضمن الايه الميديكال كومبليكيشنز. الترانسبلانت بايوبسي بتتعمل لما نبقى نكسكلود structure abnormality as a reason of dysfunction. زي ما قلنا الجول هنا ان احنا بروديوس اسامبل with an adequate number of cortical glomeruli، بتبقى في الموست اكسسبل بول سواء ابر او لور، وبيبقى من اللاترال سكين سايد، يعني احنا بافويد الميدل بارت. ده الريجن اللي بناخد منه اللاترال بارت بتاع الموست اكسسبل بول، وبتبقى الترا ساوند جايدد، وده الشادو بتاع النيدل اثناء البايوبسي زي ما شفناه قبل كده.
بعد كده هل نقدر نشوف ايه الكومبليكيشنز اللي بتحصل بالجري سكيل الترا ساوند، وبنستخدم الدوبلر، بنعمل سامبل للبلاد فيزل عشان يدينا السبكترال ويف فورم ونشوف الابنورمالتي بتاعتها. طيب بعد الكالر دوبلر العادي اللي بنستخدمه، ممكن بنستخدم الباور مود هنا على اساس يعمل زي ما يكون فيه، بنشوف الاساس البرفيوجن اوف ذا كيدني بالباور مود، بحيث هو يبين لو في نير لكمبليت اوباسيفيكيشن او فلو كالر فلو للكيدني بالباور مود، بيبقى في مينيمال سب كورت كابسولار ريم هنا، ده نورمال تبقى نون فيلد بالكالر اللي هو الجزء ده. بعد كده بنعمل اسسمنت ممكن لحالات اللي احنا شاكين فيها في ميديكال كومبليكيشن بحاجه تانية اللي هي ايه الدايناميك او برفوجن ستادي، ان احنا نعمل انهانسد جرافت وناخد ريجون اوف انترست تدينا تايم انتنسيتي كيرف زي ما قلنا، في سواء ممكن هنا نختار الكورتكس لوحده كريجون او المضله كريجون تاني او ناخد الهول رينال بارينكايما. بالنسبه للاكيوت تيوبلر نكروزس، بيبقى الكيدني هنا ويل برفيوزد مودريت ويل برفيوز مع زياده في الريسيستيف اندكس، بتبقى لو عملناها راديو ايزوتوب ستادي بتبقى هنا مع الـ في البرفيوجن فيز مع الفيزل مودريت ويل برفيوزد، وبيبقى فيها ريتنشن في الراديو تريسر مع الوقت، وبيبقى في مينيمال اكتيفيتي بتوصل بلادر. يبقى ده ماشيه الساينس دي اكتر مع الاي تي ان. وفي ده الهول ستادي بنلاقي الراديو ايزوتوب بيبقى ريتند في الرينال بارينكايما اللي هو الماكس 3، هنا بيبقى ده الساين بتاع الفيتشر بتاعت الماكس 3، وهنا برضو بيبقى في رايزنج كيرف شبه الكيرف بتاع الاوبستراكتد يوروبسي، بس هنا اصلا ما فيش تريسر وصل للبلفيك اليسال سيستم عشان نقول ان هو ده يورينري اوبستراكشن. زي ما شفنا في حاله الريجكشن اللي فاتت، هنا الكيدني بتبقى بالنسبه في الكورتيكوم دالري والنفروجرافيك فيز والسكريتور فيز والنورمالي او ويل برفيوزد. لو شفنا الاكيوت ريجكشن الكومبليكيشن اللي بعد كده، هنلاقي في بالالترا ساوند كان في فيتشرز على الساينز اوف ترانسبلانت كيدني في الجري سكيل ايميجنج بالالترا ساوند العادي، اللي هو بنلاقي فيه ترانسبلانت كيدني تبقى انلارجد وفيها هايبوكوك ارياز في الكورتكس والمضله وفيها ديكريزد فات بتاع رينال ساينس والبيراميدز بتبقى برومننت وهايبوكوك. دي الاكيرسي بتاعت الساينس دي في الريجكشن قليله، يعني ممكن حوالي 70%، والاقل منهم السبيسيفيستي فيري لو سبيسيفيستي. يبقى دي امثله لكيدني بالجري سكيل فيها اكيوت ريجكشن، وبرده هنا ممكن يبقى هنا تبان كانها نورمال جرافت، لان في حوالي 18% من الحالات ممكن اكيوت ريجكشن تدي نورمال جري سكيل الترا ساوند باترن، يبقى ده مش سبيسيفيك. طب نبص على الحاجه الثانيه اللي قلنا بنستخدمها اللي هي السبكترال دوبلر، بنشوف الاليفيشن بتاع الريسيستيف اندكس كبارامتر للدوبلر بيزيد في الحالات كلها بتاعه تقريبا البرينكيمال ليجن مع الانفلامات زي البيلونفرايتس، بيزيد في الرينال فينس رومبوزس وحالات الهايبوتنشن، ده بيكون كفاسكولار كوز. واليورولوجيك اليوريتريك اوبستراكشن برضو يزود الار اي، وكان برضو لو تكنيكال في جرافت كومبريشن او يعني اكسترنال كومبريشن يزود الريسيستيف اندكس. يبقى ده نون سبيسيفيك، نون سبيسيفيك. يبقى لو ما بتكون في حاله احنا خدنا السامبل وادانا هاي ريسيستيف اندكس واحنا شاكين ان هو اكيوت ريجكشن، بيبقى نون سبيسيفيك الزياده بتاعت الار اي. وفي اوبزرفيشنز بتقول ان الهاي ريسيستيف اندكس برضو ممكن يشوفه في نورمالي فانكشننج جرافت على العكس، يعني يبقى هو الجرافت نورمالي فانكشن ولها هاي ار اي، وده طبعا لازم بيدي اهميه ان احنا نعمل بيزل ستادي، يعني يبقى الان بعد الترانسبلانتيشن نعمل له بيزل ستادي بحيث نشوف بعد كده هو لو عنده هاي ار اي هل هو زاد عن البيزل ولا هو ده النورمال بتاعه. في برضو على العكس ان في اوبزرفيشن ثانيه بتقول ان في عيانين ويز اكيوت ريجكشن ونورمال ار اي، يعني هنا مثلا بالباور دوبلر في ماركت ريدكشن في البرفيوجن، يعني ده ماشي مع ريجكشن بالكالر فلو،
وبالسبكترال اناليسز باين ان في داستوليك فلو كويس وان الار اي هنا نورمال، يبقى هو عيان عنده بايوبسي بروفن اكيوت ريجكشن وفي نفس الوقت له نورمال ريسيستيف اندكس. ده بدايه ان هو يقل في حالات الاكيوت ريجكشن بالباور دوبلر، وده الزياده بتاعت الريسيستيف اندكس ده في الحالات الايرلي ريجكشن. ممكن بعد كده لما بتزيد الجريد والديجري بيبتدي الباور دوبلر يقل، والجزء اللي هو السب كورتيكال الجزء اللي مش واخد كلر فلو بيزيد مع زياده الديجري. طيب احنا نحسن الحاجات دي بايه؟ في حاجات تانيه بقى تحسن ان احنا مش قادرين ديفرنشيت فعلا بين الديفرنت ميديكال ديزيزز. بالالترا ساوند هنبتدي اللي هو استخدام الكونتراست انهانسد سونوجرافي، بمعنى ان هو لو احنا في جزء هنا مش قادرين نعمل له كاركترايزيشن بالكلر دوبلر مش واخد كلر فلو اللي هو الحته الهايبوكويك هنا في اللور بول، وبعدين بنعمل حقن الكونتراست الترا ساوند كونتراست وبيبان الجزء ده برضو مش واخد الالترا ساوند كونتراست، لما بيخش بيزود الاكوجينيستي بتاعت الكيدني حتى في الجري سكيل الترا ساوند من غير ما نستخدم كلر مود. بناخد ريجون هنا على النورمال كيدني بعد الكونتراست ما دخلها اللي هي الجزء الاحمر، وجزء على الاصفر اللي هو على الحته الهايبو برفيوز، وهنا بيدينا تايم انتنسيتي كيرف برضو بيمثل ده النورمال فلو بتاع الكونتراست وده الحته اللي هي ما فيش فيها برفيوجن. يبقى هنا ممكن ناسس، ولو عملنا مقارنه للفلو هنا بتاعت نورمال كيدني بالكونتراست مع كيدني فيها ريجكشن، بنلاقي هنا البيك هنا ايرلي لو قارنا الوقت عن البيك بتاع الايه في الحالات الريجكشن بيبقى ديليد واقل في الامبليتيود بتاعه. فهنا برضو بيتقال ان بالاسر ده ان ممكن في حالات الاكيوت ريجكشن نقدر تبقى ايدنتيفايد باستخدام الكونتراست عن الكونفنشنال الترا ساوند. بعد كده بالدايناميك جادولينيوم انهانسد ام ار زي ما قلنا، هنا في الحالات اللي فيها ريجكشن اللي هي على الرايت هاند سايد، ودي الحاله النورمال في نفس الفيز، يعني هنا في الايرلي فيز باين ان الكيدني دي ويل برفيوزد بالكونتراست وفيها كورتيكوم دولار ديفرنشيشن، هنا ما فيش ديفينيت انهانسمنت ولا كورتيكوم دولار ديفرنشيشن. في النفوجرافيك فيز دي النورمال، وهنا الحاله اللي فيها اكيوت ريجكشن بالدايناميك كونتراست انهانسد ام ار. وبعدين بعد كده الحاجه الثانيه ان احنا نستخدم الديفيوجن ويتد ام ار اي، ده مثال لكيدني ترانسبلانت بالديفيوجن باستخدام البي فاليو اللي هو زيرو، اللي هي بتدينا زي تي تو ويتد ايمج. لما بنعلي البي فاليو بيدينا بقى ديفيوجن ايمج، وممكن ناخد في الاخر الاي دي سي ماب بيبين لنا هنا الصوره اللي مع اللي احنا بنحسب منها الابرنت ديفيوجن ديفيوجن كوفيشنت. ده بعض امثله لفائده الديفيوجن في الحالات الكيدني. ده ام ار انجيوجرافي لجرافت مبين ان في ستينوزس في الانتيرور سيجمنت ارتري بتاع الكيدني، فبنلاقي هنا في البي 800 اللي هو الهاي بي فاليو الجزء البستيرور ده نورمال، وفي هنا في الجزء الانتيرور اللي هو سبلايد بالارتر الاستينوتيك في ريستريكتد ديفيوجن. ريستريكتد ديفيوجن بيشوفها لان في برايتنس او هايبر انتنسيتي ازيد من بقيه الكيدني. في الاي دي سي ماب بيبقى العكس، ده الجزء النورمال والجزء ده الاسكيميك بارت بيبقى له بيبقى اوف لو اي دي سي فاليو، هنا بيبقى قليل الاي دي سي فاليو بتاعته، وده برده ماشي مع الكونتراست انهانسمنت. الصور الاثنين دول ده في كورتيكوم دولار والنيفوجرافيك فيز باين ان في الانتيرور بارت اقل في الانهانسمنت من البوستيرور بارت. دي حاله ثانيه لكيدني ترانسبلانت نورمال كيدني في الديفيوجن، وهنا فيها بايلو نفرايتس باين برضو ان هنا الاي دي سي بتاعها 1.9 هنا 1.06، يعني في ريدكشن في الاي دي سي مع حالات الانفكشن عن النورمال كيدني. ده مثال الاكسبيرمنتال حاجه معموله في الرات بيبين ان هو ممكن باستخدام ال 7 تسلا ماجنت ان احنا ممكن الديفيوجن ويتد ام ار ايمجينج مي هاف بوتنشال از نون انفيزيف تول فور مونيتورنج الايرلي جرافت ريجكشن افتر كيدني ترانسبلانتيشن بنفس الايه اكسبيرمنتال. احنا عملنا برضو حاجه في الهيومن
وديت اكسبتد يعني فور بابليكيشن في البريتش جورنال اوف راديولوجي. قالت ان ان ان, إن برضه البوس في البوس اكيوت سيلور ريجكشن والاي تي ان الاي دي سي فاليو ما بنقدرش ايه نفرق، ما بيبقاش في سيجنيفيكانت ديفرنس، لكن في حالات الاي تي ان بتأبير هيتروجينس زي هنا مقارنه هنا بحاله ريجكشن، بيبقى الابيرنس بتاعها هيتروجينس وبيبقى له كاركترستيك موزايك ابيرنس. يعني ممكن بالمورفولوجي يساعد في التفرقه مش بالاي دي سي فاليو. نروح بعد كده للبولد ايميجنج. ايه هو البولد ايميجنج؟ اللي هو البلد اوكسجين ليفل ديبندنت ام ار ايميجنج، ان ممكن يساعدنا في التفرقه ان احنا بنشوف الليفل بتاع الديوكسي هيموجلوبين وبناء عليه بنقول ان الكيدني دي ممكن فيها قد ايه درجه من ان هي ممكن الريجكشن هنا يبقى ماشي اكتر ولا الاكيوت تيوبولار نكروزس. ده مثال بلاد اوكسجين ليفل ديبندنت ام ار كلر ماب باين فيها الكورونال ايمجز مع الكورسبوندنج هيستوباثولوجي. فهنا مثلا في حاله الاي تي ان وده حاله سسبشن ريجكشن ودي حاله اكيوت ريجكشن. بيبقى في كلر ماب هنا البلو كلر بيرفيرز للي هو الايه اللي اللوست دي اوكسين هيموجلوبين كونسنتريشن، اقل اكسجين كونسنتريشن. بيبقى بعد كده بيزيد من الجرين لليلو والريد، الريد بيبقى فيه الماكسيمم هو والجرين واليلو دي اوكسين ليفل بيزيد مع زياده الكلر ده. فبنقدر من البولد ايمجنج ده نعرف الديجري بتاعه الافكشن نتيجه الباثولوجي. بعد كده في السبيسيفيك ام ار كونتراست اللي هو اسمه الالترا سمول سوبر بارا ماجنتيك اير اوكسايد بارتكل اللي هو اليو اس بي اي او، ده ممكن بنحقنه وبنشوف الافكت بتاعه عشان نفرق برضو الريجكشن من الاي تي ان او الاسكيميك يعني ريبرفيوجن من الاكيوت جرافت ريجكشن. ده اكسبيرمنتال ستاديز، ده بيفور الصور دي بيفور الانجكشن اوف يو اس بي اي او، هنا اللي تحت دول افتر. هنا بنلاقي ان الحالات اللي فيها جرافت ريجكشن حصل لها ايه ديفيوز ريدكشن في السيجنال انتنسيتي، دي اللي هي معمول لها يعني انديوسد ريجكشن. وهنا قبل بعد الاسكيميا بدا يبقى في لينير بس ريدكشن في الانر ميدلري ريدكشن في السيجنال انتنسيتي. يبقى دي معناها ان ده بيروح لسيلز معينه بتاخد الايرن بيقلل السيجنال انتنسيتي، وهنا في الانفلتريتس هنا بيكون ديفيوزلي في الكيدني في حالات الريجكشن، وهنا بيكون واخد لاير بس في الانر ميدلا. يبقى ده بنقدر نفرق بيه. ده برضو في بعض ريزلتس في الهيومنز منشوره بتقول ان احنا هنا برضو بيبين هنا الصور اللي فوق دي قبل الانجكشن اوف الالترا سمول ايرن اوكسايد بارتكل واللي هنا بعد الانجكشن، وده بيبين السيجنال انتنسيتي تشينج في اربعه ديفرنت بيشنتس according للتايب اوف ذا باثولوجي. فهنا ده عيان عنده كرونيك جلوميرولونفراسكلروزيس، كرونيك جلوميرولوسكلروزيس ما فيش تشينج في السيجنال. ده عيان عنده اي تي ان في تشينج في المضله بس في السيجنال انتنسي بعد الالترا سمول ايرن اوكسيد بارتك. هنا عيان عنده اكيوت بيلينوفرايتس باين ديفيوز ريدكشن، وهنا عيان عنده اكيوت ريجكشن باين ريدكشن برضه ديفيوز في الكيدني كلها مش في المضله بس. يبقى ده بنقدر بيه نفرق، ده بيمثل ان انا بعمل ماكروفاج تارجتنج. يعني فكره السمول بارتكلز دي ان هو تبقى بتكد بالماكروفاج، فانا بعمل تارجتنج للماكروفاج. ده نوع من السيلولر ايمجنج ان انا بشوف السيلز دي موجوده فين، ولو كانت في ديفيوزلي تبقى بتبين باثولوجي معين زي الاكيوت بالينوفرايتس او الاكيوت ريجكشن، لو كانت بس جوه في المضله تبقى ده الماكروفاج دي في حالات الاسكيميك انسلت. بعد كده الرينال ارتري ستينوزيس، ده بيحصل اب تو 7% من الجرافت اللي هو الجرافت ارتري ستينوزيس من الريسيبيانت، وبيبقى يا اما بري انستموتيك او انستموتيك عند الانستموزيس غالبا زي ما قلنا بين الانترنال الياك والجرافت ارتري او بوست انستموتيك، ودي اسبابها. والدايجنوزيس بيبقى الام ار اي او الدوبلر الترا ساوند، ده كفانكشن كمورفولوجيك اسسمنت، والجولد ستاندرد بتاعهم الكاستر انجيوجرافي او الراديو نيوكلايد ستاديز، ده كمورفولوجيك اسسمنت وهنا كفانكشنال اسسمنت. بالالترا ساوند بنعتمد في المين رينال ارتري اللي هو على بنشوف المين رينال ارتري عند الاستنوتيك سايت او بوست استنوتيك اللي بنقول عليها الاكسترا رينال بارامترز، يعني بره الكدني في المين ارتري على البيك سيستوليك فيلوستي. يعني في المين ارتري بنعتمد على البيك سيستوليك فيلوستي
اللي هي في ناس بتقول ان هي اكتر من 3 متر بير سكند، هو بدايه الكات اوف فاليو ان هي اكتر من 180 سنتي بير سكند، تبقى دايجنوستيك يعني، او في هاي بروبابيلتي ان هو ده يكون في ستينوزس. وعند الحته اللي هي بوست اللي بيحصل في تربلنس عند بعد الاستينوزس، عند الحته اللي هي البريستينوتيك او ات ذا سايت اوف ذا ستينوزس. الانترارينال بارامترز لما بناخد سامبل جوه الكدني بنعتمد على الاكسلريشن، ان يبقى في زياده في الاكسلريشن تايم اكتر من 100 ملي سكند، او زياده في الاكسلريشن اندكس، ويدي الدامبند ويف فورم اللي هي التدس بارفاس ويف فورم، ده في جوه الكدني. في الام ار انجيوجرافي في الحاله دي فيها ستينوزس هنا عند السايت اوف انستوموتيك ستينوزس، باين هنا في الاوبليك بوست كونستراكتد ايمج، وهنا برضو في الانترا ارتيريال دي اس ايه باين الاستينوزس. الحالات دي بعد الدايلاتيشن باين فيها ان فيها ريزيديوال ستينوزس برضو موجود، فاتعمل لها بعد الدايلاتيشن هنا ريزيديوال ستينوزس، اتحط ستنت قبل الانفليشن بتاع الستنت، وده انفليشن بالون ماونتد ستنت بيفرد الستنت، وده الايه المورفولوجي بعد الستنتنج، ما عادش فيه السيجنيفيكانت ستينوزس اللي كان موجود. وده برضو الايه الصوره اللي هي بعد واحنا خارجين من بعد الانجيو الستنتنج. دي صوره الدوبلر في الانترارينال فيزل قبل الستنتنج اللي هي دامبند ويف فورم، وهنا نورمال سبيكترال ويف فورم في بعد بعد كده في حاجه مهمه اللي هي الثرومبوزس، الفاسكولار ثرومبوزس اللي هو ممكن برضو بيحصل في نسبه قليله من الترانسبلانت فيزلز. الريسك فاكتورز بيبقى يا اما بور سيرجيكال تكنيكس او اكسلريتد ريجكشن اللي هي سفير فورم او ريجكشن كانت بتعلى ليها قبل كده، ممكن هايبر اكيوت ريجكشن او سيفير اكيوت فاسكولار ريجكشن، مالتيبل فيزلز، فيزل تورشن، كينك اور كومبريشن في على الفين، او هايبر كواجولابيلتي. في الثرومبوزس بتبقى كدني بالالترا ساوند سوولن وهايبوكويك، وفي حالات الارتيريال ثرومبوزس بنلاقي حاجات غير الفينوس ثرومبوزس. في الرينال ارتري او جرافت ارتري ثرومبوزس بيبقى في توتال او سيجمنتال لاك اوف ارتيريال اند فينوس فلو مع هاي بيك سيستوليك فيلوستي قبل الثرومبوزس، وما فيش بيبقى في دايستوليك ويف. في الفينوس ثرومبوز بيبقى ابسنت فينوس فلو، وبيبقى في ابنورمال هاي ريزيستنس انترا ارتيريال ويف فورم، انترا رينال ارتيريال ويف فورم. وده لما بيبقى زي ما قلنا برضو زي في التستس، لما بيبقى في ايرلي انترفنشن خلال 6 ساعات ممكن يبقى في بنسيف الكدني، لو ديليد ممكن بيحصل نكروزس او ما بتبقاش مفيده ان بيتعمل لها نفريكتو. النقطه الثانيه برضو الاخرانيه ان لو عيان عنده اكسلريتد فورم اوف او سيفير فورم اوف اكيوت ريجكشن ممكن يؤدي ان هو الفلو يبقى ديمينيشد، ويبقى هو بيميمك الارتيريال ثرومبوزس. ساعات ما بنقدرش نفرقهم. لو بدانا برين الارتر ثرومبوزس ده مثال لحاله لما بناخد الدوبلر ويف فورم، بنلاقي هنا في بره الالياك ارترز ما فيش اي برفيوجن او كلر فلو للكدني. ده مثال لحاله فيها بالرينوجرام هنا في البرفيوجن ما فيش تريسر باين، وفي الفيز في كل الصوره المجمعه باين ان حته كولد او فوتوبينيك اريا بتقول ان ده ممكن تبقى نون برفيوزد. والحقيقه ان دي طلعت ان دي فيها اكيوت سيفير ريجكشن، فممكن برضو هنا ما نقدرش نقول ان احط التو بوسيبيليتيز ان هي يا اما سيفير فورم او ان دي ارتيريال اوبستراكشن. دي بان ان هي ما فيش فيها فلو بالارترز، وبالام ار بان ان في هنا في ديفكت في الفيلنج ديفكت او سيجنال فويد فيزل ما فيش فيه انهانسمنت، وبرضو في نون برفيوجن بالجادولينا مينلي في اللور بول، وفي بارشل برفيوجن في الابر بول. السيجمنتال انفاركشن ان انا الاقي فيه جزء هنا زي بيبقى بريفرال ويدج شيب بارت في الباور دوبلر نون برفيوز، زي الحاله دي نتيجه ان كان في مالتيبل فيزلز اتعمل لهم انستيموزس للجرافت، والمالتيبل فيزلز دول فيهم واحد سبلاينج الابر بول حصل فيه ثرومبوزس. هنا مثال برضو جزء فيه ديفكت في الام ار كونترس انهانس ستادي في اللور بول،
وهنا برضو نتيجه سيجمنتال ثرومبوزس، او هنا الانفاركت اريا باينه عاطيه ديفكت، مع ان في بريزرفيشن للاكسكريتوري فانكشن في الام ار يوروجرافي. لما بنشوف في فايده الديفيوجن في الحالات دي، دي حاله في التيتويتد ايمج مش باين فيه ابنورماليتي في الكبني، مع الديفيوجن بي فاليو 800 بان ان في هنا حته فيها ريستريكتد ديفيوجن ويجي شيبد. في الكونتراست باين ان دي هايبو برفيوزد ويجي شيبد اريا، نتيجه ان دي فيها سيجمنتال انفاركشن، او زي ما احنا عارفين في الديفيوجن ممكن في الحالات اللي بتبقى فيها فاسكولاريتي عاليه او تيومر بيبقى فيها ريستريكتد ديفيوجن، في حالات الاسكيميا بيبقى فيها ريستريكتد ديفيوجن زي هنا، في حالات برضه الانفكشن بيبقى فيها ريستريكتد ديفيوجن. بعد كده في الرينال فين ثرومبوزس بقى اللي احنا بنلاقي فيه ارتيريال فلو بس ابسنت فينوس فلو، ومعها لما باخد سامبل على الارتيريال سيجنال بلاقي فيه هاي ريزيستنس ارتيريال فلو زي ما احنا شايفين هنا، في ومعاه ريفرسد دايستوليك فلو، دايستوليك فلو هنا ريفرسد. فطبعا الاليفيتد ارتيريال فلو الريفرسد ده بيشككنا ان هي رينال فين ثرومبوز. طبعا هنا الار اي بيبقى قيمته كام هنا في الحاله دي المفروض مع الريفرسد دايستوليك فلو هيبقى كام هنا؟ واحد، يعني هو اكتر حاجه فيه واحد لما يبقى ابسنت فلو او ريفرسد هيبقى واحد برضه، يعني اعلى حاجه فيه. الحالات دي ممكن لو تدخلنا ايرلي بنعمل حاجه اسمها ثرومبولايسز زي العند عنده هنا في سيجنالز عاليه في السي تي في الرينال فين نتيجه الثرومبوزس، وفي الام ار في لاك اوف اوباسيفيكيشن في الرينال فين. بنخش بكاستر من الناحيه الثانيه اللي هي الليفت فيمورال فين لان هو الجرافت رايت ايليك، وبنخش بالكاستر ونحاول نحقن كونتراست ونشوف الاورفيس بتاع الثرومبوزد فين وبنخش فيه ونحقن، ده باين ده الاوكلودد جرافت فين. بنخش بفاين جاب وير فيه ونحقن في كل شويه ستريبتوكاينيز انترافينوس انجكشن اوف ستريبتوكاينيز، بيبتدي يفتح شويه الرينال فين وبنخش وبنحقن تاني جوه هنا الجاد واير جوه الكدني جوه الانترا رينال فينز. بعد كده بنحقن ستريبتوكاينيز وبدا يبقى فيه كومبليت ريكانلايزيشن للجرافت فين، وده مثال للفول اب بتاع الحاله بقت فانكشننج وفيها جود برفيوجن وجود اكسكريتوري فانكشن. التروماتيك ارتيريو فينس فيستولا كومان بعد البيوبسي، والسودو انيوريزم بيبقى اقل من الفيستولا في الحالات الجرافت، ولو هي صغيره بتريزولف سبونتينيوسلي، ولو هي في حاله نسبه قليله ما بيحصلهاش ريجريشن بنعملها ترانس ارتيريال. ده مثال للهاي فلو والسبكتر برودنج في الفيستولا، ولما بنقلل الجين بيفضل الجزء ده فلاشنج بيفضل موجود، الجزء بتاع الارتيرو فينس فيستولا ما بيروحش مع تقليل الكالر جين اللي هو الجزء ده بتاع التربلنس بيبان ان هو فيه فيستولا. وزي ما احنا عارفين ان هنا ده مثال لسمول ارتيرو فينس فيستولا بعد بايوبسي ممكن ترزولف سبونتينيوسلي، هنا في لارج سودانيوريزم وايرلي فيلنج للفين شفناها قبل كده بتاع نتيجه بوست بايوبسي ارتيرو فينس فيستولا، دي ممكن الحالات دي تتعمل لها امبولايزيشن ان هي بيتدخل هنا السايد بتاع الفيستولا وعامل ايرلي فيلنج للفين. طبعا في الترانسبلانت هيبقى صعب ان احنا نوصل بالنورمال كاستر للجزء ده، فبنبقى الكاستر في الالياك ارتري وبندخل بنستخدم الستاندرد كاستر ده كانها مذر كاستر، ومن خلالها بنخش بمايكرو كاستر توصل للانجر ديفيزل ونحقن الامبوليك ماتيريال، وبعد كده بيبقى فيه كومبليت ابسنت الايرلي فينس فيلنج، الفيستولا اتقفلت. بعد كده الرينال اوبستراكشن ده بيبقى لو انترميديت يبقى في إديمة، لو بعد نتيجة الإديمة، لو بعد كده بعد وقت بيكون في اسكيميا وتكنيكال بروبلم السبب بتاعته بيدي انترا اليومنا الابستراكشن. بنشوفه ازاي؟ بالالترا ساوند او الام ار يو او الراديو ايستوب، واللي بيبقى برضه الدياجنوستيك اكتر ان احنا نعمل انتجريد بايلوجرافي. ده مثال لهايدرونفروزس في جرافت، وبنستخدم الكالر فلو بنلاقي في ان في هنا قليل شويه الاند دايستول، فبالتالي في الحالات دي بتقال ان هي لما بيبقى فوق 7 من 10 ريسيستيف اندكس بيبقى سجستيف
للاوبستراكشن. لما بيبقى الاوبستراكشن بيزيد مع الوقت وبيقل السكنس بتاع البارينكما, ده ديفينت ان ده اوبستراكشن حتى بدون ما نستخدم الكالر دوبلر. هنا ده مثال لترانسبلانت كيدني, كيدني ترانسبلانت ريسيبيانت وبريجننت, وهنا الجرافيد يوترس ضغط على الكيدني وعامل دايليتيشن. ساعات الحالات دي ما بنبقاش قادرين نعرف هل هي وزن نورمال يعني ولا فعلا اوبستراكتد كيدني, او الحالات اللي فيها مايلد دايليتيشن ده اللي بيبقى مفيد فيها ان احنا نعمل دوبلر اناليسيز ونشوف الار اي هل هو زياده ماشي مع اوبستراكشن او لا. دي اللي هي بتبقى ايكوفوكال اللي بتحتاج. ده مثال ليمفوسيل عامل اوبستراكشن للكيدني سكندري هيدرونفروزس. ده التي 2 كورونا السورس ايمج بتاعته اللي منها بنعمل الميب ايمج ماكسيمم انتنس بروجكشن ايمج, ده للليمفوسيل ودي الاوبستراكتد جرافت. ولو استخدمنا في الحالات اللي فيها مايلد اوبستراكشن اكسكريتوري ام ار يو بيبان ان اليوريتر كينكد واوبستراكتد عند الايه الكوليكشن اللي هو ضاغط على اليوريتر هنا, فده بياكد ان هو ليمفوسيل ومش يورين ليك, لان لو يورينوما كان هياخد الكونتراست يخش جوه الكوليكشن. زي ما قلنا اللي بيبقى دايجنوستيك في الريديو ايستوب دايريتيك رينوجرافي ان بيبقى بعد الدرسز مفيش ريسبونس لللازك في الحالات اللي هي ايكوفوكال. والانتجريد لما بنحط نيدل او كاستر في الكيدني ونعمل انتجريد ستادي, ده اللي بياكد ان في هنا جزء ده في ريتريك ستينوزس ومعاه دايليتيشن اباف الستينوزس. العلاج بتاعه بيبقى بيركوتينس نفروستم ان هو بيريليف الاوبستراكشن وبيقلله ان احنا نعمل اذر انترفنشن ان احنا نحط ستنت او ان نعمل بالون دايليتيشن. ده مثال اكسكريتوري ام ار اي باين ان في بلفي ريترال جنكشن اوبستراكشن في جرافت, وده الانتجريد بايلوجراف بتاعها بياكد ان البلفس هنا دايليتد ومفيش فيلنج لليورتر, يبقى ده سيجنيفيكانت بلفي ريترال اوبستراكشن في الجرافت بيحتاج ان اتعمل له بايلوبلاستي سيرجيكال كوركشن. الحالات اللي ممكن ما تحتاجش سيرجري زي الحالات اللي بيحصل فيها اوبستراكشن بعد بايوبسي, ده عيان عامل نيدل بايوبسي ساعات بتبقى كومبليكيتد بالبلات كلوتس اللي هي عامله فيلنج ديفكت وبيبقى في كلوت تنزل في اليورتر تعمل كلوت اوبستراكشن, فعشان الديتوريشن ما يزيدش في الكيدني فانكشن بنحط نفروستوم تيوب فتره بحيث على ما يحصل يبقى دي تبقى لايسز للبلات كلوتس الاوبستراكتنج, بنعمل فولو اب انتجريد لما اليورتر بيبقى بيتنت وما عادش فيه اوبستراكشن ولا فيلنج ديفكت بنشيل النفروستوم تيوب, ده بقى تمبرري نفروستوم تيوب. في الحالات اللي هي فيها ده مثال لعيان كان عامل كيدني ترانسبلانت وده صوره الام ار ستادي له بان ان في هنا في البلادر انهانسنج ليجن هنا في البلادر, طلع ان هو عنده طبعا عيانين دول امينو سبريسد وممكن بيبقى يجي لهم بوست ترانسبلانت مالجنسي منهم البلادر كانسر او الليمفوما او كده, فده اتعمل له سيستيكتومي واليا نيو بلادر نتيجه البلادر كانسر. بعد اليا نيو بلادر جاله ستريكشر في اليوريتر عند اليوريترو اليا جانكشن, عملنا له نفروستومي وبالون دايلاتيشن للستريكشر بارت, وبعد الدايلاتيشن ده الانتجريد بقى فيه بيتنت يوريتر ومفيش فيه اوبستراكشن, ده بعد الستنتنج والدايلاتيشن. اليورين ليك ده بيحصل يا اما في الديستال يوريتر موستلي وده بيتعالج ببي سي ان او معاه يوريترال بليسمنت زائد يعني او ناقص ستنت جوه اليوريتر لمده 6 ل 8 اسابيع, او لو كاليسيال بيبقى من كيليكس حصل فيه نكروزس او كده ده ليس كومن وبيبقى ايه نتيجه سيجمنتال انفاركشن وده بيحتاج بي سي ان طبعا بس بدون ستنتنج في الكاليسيال ليك. ده مثال لاي في يو, ده اي في يو لكيدني ترانسبلانت في الليفت اليك فصه وباين فيها يورين ليك, هنا الكونتراست بيخرج بره اليورينري تراكت. نفس الفكره لو عملنا له سي تي بنلاقي فيه كونتراست موجود ورا الكيدني يبقى ده ايفيدنت ان فيه يورين ليك. الام ار اكسكريتوري ام ار نفس فكره الاي في يو, ده البلفيكاليسال سيستم وده الكونتراست ده يورين ليك نتيجه فيستولا في اللور يوريتر, والانتجريد بايلوجرافي بياكد ان ايه في يورين ليك هنا ريليتد لليوريتر. دي الدياجنوستيك ايميجنج, وطبعا الانتجريد بايلوجرافي هو الدياجنوستيك او الجولد ستاندر على اساس بنتاكد ان في ليك وممكن يقلوا ان احنا نعمل انترفنشن ان احنا نخش نحط ستنت او نعمل نفروستومي. بس ده مثال لحاله فيورين ليك هنا انتجريد بايلوجرافي في يورين ليك, هنا الليك باين
مع الانتي جريد. بعد النفروستوم واليورين دايفرشن ممكن الفيستولا دي بتهيل ويبتدي نعمل فول اب، بدا هنا ان ما عادش فيه اي ليك، فبقى ده بقت حلت الكتريتمنت اليورين فيستولا بدون سيرجيكال انترفينشن، وده الفول اب بتاعه برده الصوره ماجنيفايد على اليورتا الحته اللي كان فيها الليك اكسكريتوري ام ار يوروغرافي. انتي جريد اللي شفناه في يورين ليك، الحالات اللي ما بتستجبش للبي سي ان لوحدها بنحط فيها يوريترال ستنت، زي هنا بيبقى واحده لها اند في البيكتيل اند في اليورتر والثانيه في الايه الرينال بلفس، ومع الستنتنج دي 6-8 اسابيع في اغلب الحالات الفيستولا بتهيل، ولو ما استجابتش بعد الستنتنج ممكن تحتاج سيرجيكال ريكونستراكشن. الهيماتوما دي ممكن ايميديت بوست في الاوستو بيريود وبتريزولف سبونتينيسلي، لو كبيره بتحتاج درينج. في الالترا ساوند زي ما احنا عارفين في الايرلي الريسنت هيماتوما سواء اكيوت او سب اكيوت بتبان في الغالب ايزوكوك للكدني للجرافت هنا، وبالتالي ممكن هيماتوما في الفيز الايرلي ده ما نقدرش نشوفها لو بالذات لو سمول في ومش عامله ماس افكت بالالترا ساوند. السي تي بيبقى افيد في الحالات دي ان احنا نعمل نان كونتراست سي تي، بان الهايبر دنس هيماتوما دي سراوندنج الجرافت اللي فيها ستنت، فالهيماتوما هنا بنقدر نشخصها من النان كونتراست سي تي. بعد وقت لما بيحصل ريكوفاكشن في الهيماتوما بتبان هايبو منري هايبو اوكويك في الالترا ساوند، ممكن لو احتاجت نحط لها بيركوتينيوس تيوب درين. اخر كوليكشن الليمفوسيل ده مش ده بيحصل في نسبه برضو كبيره من الحالات ان هي يعني كومبليكيشن مش 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 نادره في الترانسبلانت، ولو كبير بيعمل اوبستراكشن للكدني، يعمل يورينري اوبستراكشن ولور ليمب ايديما، ويبقى التريتمنت بتاعه ان احنا نعمل له بيركتونس درينج، وممكن في حالات تحتاج تتعمل لها سكليروثيرابي انجكشن اوف سكلور. ده مثال للليمفوسيل. الليمفوسيل يا اما يبقى كبير وان ساك زي اي كلير فلويد، او يبقى فيه سيبتي، ده طيب اللي هو سيبتيتد ليمفوسيل. بالسي تي بيبقى حته هايبو دنس لها فلويد دنسيتي عاليه شويه هنا بوستيرور للترانسبلانتد كدني. بالام ار بيبقى له 52 سيجنال انتنسيتي بتاعه الفلويد وعامله ديسبليسمنت للبلادر. وزي ما قلنا في الاكسكريتوري ام ار يجي اليورتر يقف عند الكولكشن ما يخشش الكونتراست فيه، ونلاقي فيه بدايه كونتراست داخل في البلادر اللي هي ديسبليزد على الليفت سايد بتاع البلفس هنا، ده دليل ان هو ده ليمفوسيل حاجه مش كونكتد للبلفيك الليسال سيستم او مش يورين ليك. ده مثال لسي تي وذ كونتراست، اللي هنا الليمفوسيل عامل ديسبليسمنت لليورتر، ودي اليورينري بلادر ودي الكدني، اليورتر فوق الليمفوسيل، وهنا في الكورونا ريكونستراكتد ايمج دي البلادر والليمفوسيل وده اليورتر كومبريزد، وبرده في ده السيجيتال ريكونستراكشن بان الافكت على اليورتر من الليمفوسيل. احنا بنقدر نشوف برده هنا الافكت، لو هنا في الام ار باين الليمفوسيل زائد البلادر، هنا ما بقدرش افرقهم في الميب ايمج بيبقوا الاثنين زي بعض. الاكسكريتوري ام ار زي ما قلنا هو اللي بيفرق ان ده الكوليكشن وده الايه الابستراكتد يوريتر. التريتمنت بتاعه بنخش ب 1 ستيب كاستر 5 فرنش في الليمفوسيل ونعمل درينج. لو لقينا ان في مع الدرينج ان في ليمف درينج ما فيش راح او اقل من 50 مللي في اليوم يبقى بنقفل القسطره. لو ما حصلش ريكرنس يعني ريفيلنج خلال يومين يبقى خلاص الكاستر بتبقى ريموفد، واللي يبقى ده الدرينج ده كافي للليمفوسيل. لو في بيرزيستنت سكريشن للو فوليوم ليمف بعد الدرينج بنحقن 50 مللي 2.5% تركيز تتراسايكلين وبنكلامب الكاستر. لو في ري اكيوميليشن بنعمل انستليشن تاني بنعيده. لو حصل ريكرنس بعد الحقن 3 مرات يبقى ده بنعتبره تكنيكال فيلير، يبقى مش هيحتاج يعني هيحتاج حاجه غير البيركوتينيوس تريتمنت اللي هو بيتعمل له اوبرتيف مارسيبلايزيشن. ده مثال لحاله ليمفوسيل اللي هي شفناها عامله هيدرونفروزس وديسبليسمنت للبلادر واتعمل لها سكليروثيرابي. ده الاكسكريتوري ام ار يو بعد التريتمنت بقى في نورماليزيشن للابستراكتد سيستم والسايت اللوكيشن بتاع البلادر رجع للنورمال سايت. شكرا جزيلا على استماعكم.